لو الحكاية فيها إن فيتو. محمد نبيل رئيس قسم الجيولوجيا مدرسة السعدية. بالنسبة لنظام البوكلت طبعا هو نظام جميل ومريح للطالب جدا. يمكن هيبقى فيه تقريبا هيبقى فيه صعوبة في التصحيح بالنسبة للمدرس، أنا ما أعتقد كده، إنها بالنسبة للطالب هي كويسة وفي نفس الوقت هيحد كتير جدا من موضوع الغش اللي كان بيحصل السنين اللي فاتت، فده أهم حاجة بالنسبة لنا. في نفس الوقت هو بالنسبة للطالب حاجة ميسرة مش حاجة صعبة، نظام بسيط جدا وميسر ليه وجاي في صالح الطالب مش في صالح أي حد تاني. يعني هو في صالحه، لازم يعرف كده إن النظام ده في صالح الطالب. في نظام البوكلت ما نظام كويس عشان ما فيهوش غش وكده، لا حاجه تزفت نظام وحش في الرياضه وكده، لا اسئله التظليل وكده بياخد وقت كتير، وغير كده ان انا ممكن اخلص كتير فلازم ان انا اعيد واعمل بالرصاص، ف هيعدي وقت كتير من الامتحان.